بسم الله الرحمن الرحيم. ففصل الصيف كي لاحظوا الناس على أنه فصل الفواكه، نعم، وليس فصل الخضر. فصل الربيع هو فصل الخضر، فصل الصيف فصل الفواكه. نعم. يعني سبحان الله، فهذا الفصل كاين خضرة وحدة، نعم، اثنين عليين، ولكن وحدة اللي معروفة في السوق، نعم، هي اليقطين، هذه كنسموها القرعة السلوية. نعم فعلا، هذه خضرة اليقطين، هي خضرة صيفية بامتياز، لأن الخضرة المنعشة الوحيدة، نعم، هي تنعش الجسم، يعني على عكس الخضر الأخرى، الفلافونويدات والمسائل اللي موجودة في الخضر الأخرى، هي هذه اليقطين هو خضرة جيدة. لماذا؟ لأن ينعش الجسم، وهو الذي يحفظ الجسم من هذه التسممات لما يكثر الناس من اللحوم. ويعني من فصل الصيف كان لاحظوا على أن الناس كي مع الأسف، والفصل اللي خص الناس يأكلوا فيه هو فصل الشتاء، ولكن الناس كي يأكلوا فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء. فهذا الفصل الصيف هو فصل الفواكه، الناس يعقلوا غير على هذه الفكرة مهمة جدا، لأن غدا تنور لهم شوية حياتهم. وفصل الفواكه، وليس هناك يعني نبات كثير في فصل الصيف، كاين النعناع، نعم، وكاين الرجلة، نعم، وكاين هذه البنجر أو الباربا اللي كنسموها الباربا، هذه تؤكل في فصل الصيف ولا تؤكل في فصل الشتاء. طبعا الطماطم تتكون طرية، كتكون باقة طرية، تطيب بسرعة، هي كتطهى بسرعة، هي الباربا لأن فوقتها، نعم، أحسن النساء من الأحسن يتجنبوا طهي هذا البنجر الباربا، يأكلوها خضرة، أحسن تطحن مع الماء على شكل عصير وتشرب، أو تكون رائع طازجة على شكل سلطات. نعم تكون رائع. كي لاحظوا كذلك هذه الأشياء هي قوية جدا، يعني هي أربعة ولا خمسة ولكن قوية. كاينة الرجلة، وكاين النعناع فيما يخص يعني هذا النبات البقول، وكاين فيما يخص الخضر كاين اليقطين لوحده مع الباميه مع الملوخيه، الباميه هي كذلك خضره صيفيه. نعم. مع هذه الاشياء ليس هناك خضره، فكاين الناس اللي كيبقاو يشريوا اللفت والجزر، اللفت والجزر ليس خضره صيفيه. ليست خضره صيفيه، كيكون موجود حتى ذاك يعني اليقطين الاحمر موجود، البصل، وكيكون طماطم. نعم. فصل الصيف هو فصل الطماطم بامتياز، كتكثر كتكون كثيرة يعني، وهذيك الفلفلة الخضراء هي كتكون موجودة. الفلفل لا، الفلفل فصل ربيع، هي خضرة ربيعية، الفلفلة والفلفل والباذنجان والبطاطس كذلك، هي البطاطس ليست خضرة صيفية، البطاطس خضرة ربيعية تتكون في شهر 5 و6، ولكن شهر 7 و8 هذه يعني فصل الصيف، هذه ليست هناك تكثر أكثر فيه الفواكه مع الأسف. نعم الفواكه، كل الفواكه تقريبا كتكون عندنا في المغرب، المشماش والبرقوق البيض، نعم، وكاين البرقوق الاسود اللي غادي يكون في شهر 8 كذلك في الاخر، في البطيخ الاحمر والاصفر، البطيخ الاحمر والشمام، البطيخ على جميع انواعه، وكذلك الفقوس والتين والعنب، نعم، العنب بانواعه الابيض والاحمر والاسود، وهذه كلها فواكه ما شاء الله. حتى الاخر ديال فصل الصيف كتكون البابايا كذلك، هذه فاكهه البابايا كتكون في شهر 9. نعم. هذا يعني هذا الفصل هو فصل فواكه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفواكه تؤكل في هذا الفصل لأنها منعشة. معنى منعشة، إذا كانت الخضر والبقول، الخضر والقطاني تسخن الجسم، لأن القطاني فيها طاقة، والقطاني تستهلك في فصل الربيع. نعم. وفي فصل الشتاء أكثر، غادي نتكلم علاش القطاني ما تكلمناش على فصل الربيع، أنها تستهلك أحسن في فصل الشتاء، لأن فيها طاقة، لأنها كتسخن. الخضر تتنظف الجسم، فيها فلافونويدات وكتسخن كذلك، لأن هذا الخضر هي التي تروق فصل معتدل مثل فصل الربيع. لكن فصل في ترتفع فيه الحرارة هو فصل يجب أن يكون أن يتناول الجسم أشياء تنعش. معنى تنعش؟ تنعش. نعم. معنى تنعش؟ تبرد. هي الماء والفيتامينات. نعم. والأملاح. نعم. الماء والفيتامينات والأملاح. نعم. لأن كنتعرقوا نعم فواكه فيها سكريات سهلة، سكريات فريكتوز والمالتوز، فيها سكريات سهلة اللي كتمتص بسهولة، كتعطي الجسم طاقة مباشرة. نعم. ثم فيتامينات والأملاح المعدنية والماء، هذه هي الأشياء التي تنعش الجسم، خصوص يعني عندنا توازن ديال صوديوم بوتاسيوم، وعندنا توازن ديال المغنيسيوم كالسيوم، وعندنا المعادن الأخرى مثل المنغانوس ومثل يعني الفوسفور. هذه قضية دكتور عجيبة كنلاحظوها في فصل الصيف، كنشوفوا الناس كيشربوا بزاف عصير البرتقال. هو البرتقال شتوي، غادي نتكلموا عليه فصل الشتاء، والبرتقال لا يستهلك في فصل الصيف البتات، الا الناس اللي بغاو يحليوا به بعض العصائر ولا يخلطوه مع اشياء كمع بعض الفواكه الاخرى فقط. ما هو يعني البرتقال هو شتوي،
هذا يعني بامتياز شتوي بامتياز يعني. وطبعا احنا في فصل الصيف كيكثر. لا هو كيسخن الليمون كيسخن ماشي كيبرد. وعكس العنب، عكس العنب والتين والبطيخ. البطيخ الاحمر هذا الدلاح اللي كنسميوه والمنعش بامتياز، هو البرقوق الابيض، هادو يعني منعشين، فواكه منعشه جدا. لكن هل الناس يستفيدون من هذه الاشياء؟ فكنلاحظوا على ان هذه شو سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى دار تداخل باش من نق باش من نق لا نقفز من فصل لفصل. كاين هناك تداخل بحال فصل الربيع مثلا تكلمنا عليه، ولكن اخر فصل الربيع كيكون هذه المزاح كنسميو احنا هذا المزاح الزعرور، وكيكون حبل الملوك الكرز. كيكون في شهر خمسة، هذو هي الفواكه ديال شهر خمسة، وكيبدا المشماش والبرقوق الابيض، ثم يمتد الى شهر ستة وحتى سبعة، كاين كيمشي يعني ما الله سبحانه وتعالى دار تداخل في هذا كيبقى شويه بعض الخضر تبقى يعني تستهلك شويه جزر ولا لفت ولا شيء، ولكن دخول فصل الصيف ليس هناك لفت، ليس هناك جزر، ليس هناك هذه الاشياء التي، ولا حتى باذنجان ولا الاشياء، كتبقى الطماطم واليقطين والبصل والباميه هذه الملوخيه، وكيبقى البنجر الباربة يعني اللي كنسميوها احنا هذه الشمندر الاحمر، هذه اللي كيبقى. ثم بعض الانواع النباتات بحال الرجله، كتكون الرجله في فصل الصيف، وكيكون النعناع، ان النعناع الرائحه ديالو تشتد ويكون جيد، عاد كيبدا استهلاك ديال النعناع يعني كما ينبغي يعني. وطبعا علاش هذا النعناع في الصيف ما كاينش؟ لان الله سبحانه وتعالى خلقه ينعش، لان ماده الطيمول كتبرد الجسم، ماده الطيمول على عكس الشيبه الشويله فيها لابسانتين والابسانتين والابسانتين كتسخن، هذه فلافونويدات الشيبه كتسخن، ولكن المكونات الطياره الموجوده في النعناع هي تنعش يعني كتبرد. كيلاحظوا الناس على من كيمضغوا النعناع فمهم كيبرد يعني، كان واحد طبعا كان هو اللي كيعملوه في الحلويات وكيعملوه في العلاقات، هذا كاين منعش. نعم هو منعش، كيظهر واحد مازال غافلين الناس على الطحالب البحريه. نعم لزالك الالقا كاين عندنا الفيكيس والجيريديوم كذلك كيظهروا في هذا فصل خمسة وستة وسبعة. ثم كيكون السمك على اشده في شهر سبعة يعني ستة وسبعة وثمانية، استهلاك السمك خصو يكون يعني اقصى ما يمكن. نعم فهذه هذا لماذا؟ لان فصل الصيف الجسم لا يحتاج طاقة. نعم الجسم يحتاج مبردات منعشات، ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى اكبر عدد الفواكه اللي كترتفع الحراره، يعني كيستهلكوا الناس الفواكه. ولو شرب الناس ماء بكثره واستهلكوا الفواكه بكثره ويعني تجنبوا المواد الصناعيه لكان الجسم ما شاء الله كانت كتظهر عندنا واحد يعني واحد شيء عجيب جدا، ولكن مع الاسف مع الاسف اقولها ثلاث مرات مع الاسف ما بقاوش الناس كيتعاطوا لها، كان الذره الطريه هذه الكبال المزقور. الدورة الطرية كانوا كيشوفوها الناس في فصل ستة في فصل الصيف يعني شهر ستة. أنا كانت تمر الذرة كانت كتمر في شهر ستة، كنتكلم على الذرة البلدية الطبيعية، لأن الدورة اللي معمولة للحيوانات ممنوعة الاستهلاك البشري، باش الناس الفلاحة الله يجازيهم بخير اللي عاملين الدورة للبقر، راه هذيك الكبال ديالها لا يصلح لتغذية البشر. هذا نداء، لا هذا نداء، وهذه بلادنا وحنا دكتور هي البرنامج، هذا هو برنامج التوعيه وكذلك لحفظ المواطن من بعض السلوكات اللي عن جهل اللي ما عارفهاش هو الفلاح، ما عارفش بان انا شخصيا تذوقتها وجدتها يعني حلوه المذاق، حلوه والذره ليست حلوه لانك هذا هو انا ظننت انه يعني مرشوش عليها سكر. لا لا هو باش نعرفوا احنا التغيير الوراثي، باش نعرفوا انه كيطيب بسرعه بحال العدس والحمص للنساء دابا كيفضلوا. نعم وطريه العدس الكندي في الحريره ملي كيطيب بسرعه وكيكون حلو هو مغير وراثيا. نعم مغير وراثيا، حنا كنعرفوا بالمذاق وكيطيب بسرعه يعني كيولي كيهرب بسرعه هذه. فهاد المساله هذه ديال الدوره البلديه اللي كانت عندنا في المغرب اللي كانت كتمر في شهر ستة وكانوا كيشويوا هذاك الكبال ديالها، هذا يعني هذا سبحان الله كانوا كيستافدوا منها. نعم. وكانوا كيستافدوا منها الاطفال، لماذا؟ لان فيها مكونات جيده للطفل كعوامل النمو مثل بروتين الزين. فالزين وفيها الليتين لان اللون ديالها اصفر، هي الزين والليتين وكتكون محلبه كتكون فيها ملبنه. ملي كيشوفوها الناس كتكون طريه كتشوى وكتكال، يعني هذه هائله بالنسبه للاطفال وهائله بالنسبه للنساء. نعم يعني المشكل ديال النساء عندهم جهاز هضمي الان دابا جهاز هضمي متوقف يعني مخرب. هذه النساء في المدن عندهم جهاز هضمي مخرب الان، ولا يمكن شوف لا يمكن
الناس يستهلكوا هذه الدورة الطرية ويكون عندهم إمساك، من المستحيل. ولا يمكن فصل الصيف لا يمكن ناس يستهلكوا الفواكه بكثرة يكون إمساك، من المستحيل. بالعكس كان عندهم إسهالات، من المستحيل يكون إمساك فصل الصيف. ولكن كاين دكتور كتجي بعض الإسهالات الحادة. لا هذيك التسممات، هذيك أشياء أخرى. هذا مشكل يعني فصل الصيف تتكثر التسممات. أما التسممات الفواكه لا لا لا، إسهالات الفواكه هي معروفة، هي بالعكس هي جيدة. باردة كما تقول دائما. إسهالات باردة هذه للفواكه، لأن هذه جاية من إلكتروليت، أو هذه جاية من الماء والأملاح الدائبة، يعني ملي كيكون أملاح بكثرة والماء كيكون إسهال على مستوى الأمعاء، هذه معروفة يعني هذه في علم التغذية ولا حتى في الطب معروفة. فهذا فصل الصيف في هذه الأشياء، ولكن في آخر فصل الصيف شوف سبحان الله، يعني في الأول ديال فصل الصيف وآخر فصل الربيع الناس كيكثروا من اللحام كي الأعراس الأفراح كذا، ولكن في آخر يعني في شهر شتنبر يعني من اللي تاني الله سبحانه وتعالى ما خلناش نقفز من فصل لفصل، كاين تداخل. نعم. كيبقى شوية عنب، بعض أنواع العنب كتأخر كتبقى، وطبعا حتى هذه الهندية كتكون. نعم كيبقى التين الشوكي كتبقى شوية هندية، كيبقى حتى التين الطري شوية شيء من التين الطري، وكيبدأ الأشياء اللي تسبق يعني كتبدأ فصل الخريف كيكون تمر. نعم كيكون يعني هذا الرطب البلوح كتبدا الرطب، من مع الرطب كيكون الرمان، كيبدا الرمان. الرمان كيبدا في اخر فصل الصيف وكيدخل لفصل الخريف. يعني كيبدا الرمان، كيبدا الصفرجل، كتبدا بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه، هذه كلها اشياء. ثم الثومه. هذه الثوم يعني كي الفلاحه كيجنيوها هي الاخرى، يعني ماشي بحال البصله. الثوم تستهلك في ان شاء الله، غادي نشوف فصل الخريف الاشياء التي تستهلك من جملتها هذه، وغنشوفوا هذا. شوف سبحان الله، فصل الصيف خلق فيه الله خضر لي فصل الصيف اللي هي اليقطين، القرعه السلاويه، البنجر، الباربه، واللي هي الباميه اللي هي الملوخيه. نعم. والبصل وكذلك طماطم اكيد. فصل الخريف غادي نشوفوا خضار اخرى اللي غدا هذه التراكمات والاشياء اللي ترتبت على كثره اللحوم وكثره الحلويات، لان كيكونوا العراس وكيكون الحال سخون والناس كيبقاو ياكلوا يعني في طول النهار، الاشياء اللي ترتبت على هذا النظام هذا غادي نشوفوا بان في فصل الخريف الله سبحانه وتعالى غادي يخرج منتوجات اخرى مختلفه تماما، لا في التركيب ولا في الطبيعه ولا شيء، ولكن الدور ديالها هي تعاود تسوي فيزيولوجيا الجسم. سبحان الله. غادي نشوفوا الصفرجل وبطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه. نعم. اللي غادي يبانوا في فصل يتخرج هذاك، وغادي يبقاو حتى يقرب يدخل فصل الربيع، لان عاوتاني ما غاديش نقفز من فصل لفصل، كاين تداخل. علاش؟ لان خشاش الارض كيبدا من فصل الخريف، اخر فصل الخريف، وكيمتد فصل الشتاء، ومن فصل الشتاء كيمتد حتى الاول فصل الربيع. وفصل الشتاء يعني تقل الحركه. نعم تقل الحركه، والناس كيدخلوا كيطول الليل وكيقصر. نعم. النهار. والناس ما كيبقاوش عليين، ماشي ما خصهمش ياكلوا بكثره، ولكن مع النهار قصير. نعم. الاكل ديالهم خصو يكون قوي اللي فيه القطاني. قطاني غادي يكون فيه القطاني. يعني هذا اللي غادي نشوفوا ان شاء الله الحلقه ديال فصل الشتاء. كاين اشياء يعني مدققه اكثر. نعم. من هذا الشيء اللي قلت، ولكن ما نقدروش ندخلوا في نعم. شوف مثلا واحد النوع النعناع، عندنا في النوع النعناع في المغرب كنسميوه النعناع العبدي. نعم. هو النعناع الفلفلي، الفلفلي باللغة العربية، والبيبرمنت، بيبرمنت بالانجليزية. نعم. هذه لامونت بوافري، يعني ترجموها بالفرنسية لامونت بوافري، هي البيبرمنت. نعم. هذا النعناع العبدي كيطلع يعني في فصل الصيف، وكلما اشتد الحر وكلما يعني خضر ويعني الطول ديالو كيقدر يوصل حتى لنص متر، هذا النوع النعناع. وكينبت في جميع مناطق المغرب. نعم. من السايس حتى الناظور العروي، الشمال حتى الدكالة، حتى التنسيف، مراكش، في الشاوية، قصبت، ينبت في جميع المناطق هذا النعناع، وكان عندنا في المغرب مع الأسف. نعم. هذا النوع ديال النعناع كينبت في هذه الفترة هذه في شهر 8، كيشتد في شهر 8. نعم. آخر شهر 7 وشهر 8. هذا النعناع الفلفلي هو الذي يضمد، سبازموديك، هو الذي يضمد القولون، وأن الناس كيكثروا من اللحم من المقليات ومن يعني كثرة الأكل في فصل الصيف، وان الناس كيشتكيوا كثير من هذه الامراض الهضميه خصوصا الامعاء. نعم. وهذا النعناع الفلفلي، هذا النعناع العبدي في المغرب، هذا كان كيتشرب في هذه الفتره هذه، كيغليوه مع الماء ويتشرب، وهو الذي يعني يسوي الحركه ديال الامعاء ويسوي الحاله ديال الامعاء، بما في ذلك الاشخاص اللي عندهم كرون
ولا عندهم حتى القولون العصبي ولا عندهم البصر. هذا جيد. لان علاش؟ لان كيكون الامعاء ملتهبين كثره اللحم وكيدمر الحلويات كثره السكريات. وهذا النعناع الفلفل اللي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الفصل لماذا مع اللحوم؟ لان يعني اللحوم هي اللي كتطيب الجهاز الهضمي يعني يعني الجهاز الهضمي ما شاء الله تخيله في الهضم يعني فهذا هذه اشياء بسيطه جدا. ثم الباربه مثلا البنجر الشمندر خلقه الله في هذا الفصل لماذا؟ لان الكبد يتسمم بالكينونات. الكينون الكينونات كيتجمعوا في الكبد. علاش كيجي الكينونات؟ جايه من المقليات ومن الحلويات ومن الدسم والمسائل هذه كتجي. فهذا البنجر الى تطحن طازج هيك خضر تطحن مع الماء وتشرب فهو يغسل الكبد. نعم كيتغسل. علاش؟ لان هذه الماده اللي فيه الانتوسيانات اللي فيه هي الانتوسيانات تشد الكينونات كتخرج الكينونات من الكبد ما تخليش الكينونات في الكبد. هذه المسائل. الباميه الملوخيه كيشوفوها الناس على انها لزجه كتلصق فيها خيوط وهذه الماده اللي كتلصق هي الماده التي تكنس القولون. المصران كتكنسو تسقل هذا الامعاء وجيده هي مع كاينش تحفظ في الامراض يعني ممكن اصحاب السكري بالعكس هي جيده لاصحاب السكري جيده لاصحاب رفع الضغط الناس اللي عندهم سمنه الناس اللي عندهم القولون العصبي اللي عندهم السرطان اللي عندهم قرحه كل فئات يمكن تناولها كل فئات ممكن ياكلوا هذه هي ماشي الخضر مش كثيره اللي خلق الله فصل الصيف مسموح بها والبنجر والبصل ثم كيبقى هذيك القرعيات نوع القرعيات الحمراء اليقطين القرعه الحمراء كتكون موجوده كتكون كتكون في يعني في فصل ذلك اليقطين هي القرعه السلاويه كتكون موجوده القرعه السلاويه هي اليقطين هي اللي جاءت في القران. علاش؟ لان خصائص هذه الشجره من خلال القران هو تعريف علمي فكان هذه الشجره هي هذه اليقطين القرعيات الاخرى ما كتطلعش ولذلك ما سميناهاش اليقطين. نعم اختلفنا مع كثير من الاخوان في مصر وفي الاردن وداك الشيء. انما كيسميو الكوسه واليقطين هي كانوا لا اليقطين هي اللي كنسميوها في المغرب القرعه السلاويه. علاش؟ لان هي الوحيده التي تعرش تطلع شجره وممكن الى لقات كيفاش تقبط ممكن تطلع حتى للطابق الرابع في العماره. نعم ممكن تمشي حتى ل 40 متر في العلو. سبحان الله. والاوراق ديالها كبيره هي تتضلل هي ضلت على سيدنا يونس لا تضل لأن خرج رماه الحوت عريان طيب يعني ملتهب الجلد ديالو ما شاء الله كاع متقرح وفي رائحة السمك والذباب غادي يجي فهي تطرد الحشرات. نعم تطرد الذباب أنها تنعش لأنك تأخذ الماء من الأرض وكتلقوه في الجو. جيد. نعم كتبرد الجو أتبرد. أن الأوراق ديالها كبيرة المساحة ديال الورقة ديالها كبيرة أنها تحبس يعني حرارة الشمس. هذه 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 وهذا اليقطين وخضرة فصل الصيف. نعم. كيلاحظوا الناس على انها مسوسه. نعم كيقول لك باس لا ولا مسوسه. نعم لماذا؟ لانها ما فيهاش صوديوم. ليس فيها صوديوم. وهذا الخضره فيها الياف جيده هي القرعه السلويه فيها الياف جيده كيشوفوا الناس قطعوها الى ما عملوهاش في الماء كتسود كتكحل اللون ديالها كيتغير علاش لان فيها مضادات للاكسده مرتفع التركيز للمضادات للاكسده. نعم. هي هذه الخضره القويه اللي خاص الناس يركزوا عليها في فصل الصيف. نعم. هي البنجر الباربه هي اليقطين قرعة سلوية هي البصل شيء من الطماطم لأن يعني المشكل ديال الطماطم هو مشكل المبيدات ولكن طماطم خضرة صيفية يعني هذا ناموس كون الله خلقها في هذا الفصل الصيف إلا أن الإنسان غيرها. ثم البامية هذه الملوخية كتبقى الرجلة. نعم. رجلتها هي كتنعش لأن كيشوفوا المذاق ديالها شوية حامض وهي جيدة هذه الرجلة وكيكون هذه استهلاك اللحوم او السمك. نعم الاشياء الاخرى كاين النشويات كيكون الشعير. نعم وكتكون الذره طريه. نعم هذا اللي بغى يشوي هذه الذره الطريه هي كتؤكل في يعني في هذا الفصل. والفواكه كاين على حسب الدول منتوجات اخرى. احنا عندنا في المغرب هذه المسائل هذه عندنا كاين دول عندها منتوجات اخرى لربما تكون عندها بعد خشاش الارض الذي ينبت في فصل الصيف. نعم. نعم غير الناس حتى المهاجرين ديالنا في هذه الدول هذو يشوفوا الاشياء اللي كتخرج في الموسم ديالها بدون تقنيات. نعم اللي كتخرج في الموسم ديالها جيد. لان الفلاحه ملي كيزرعوا في الجزر مثلا في شهر 54 ما ليس هناك جزر اللي غادي يخرج من الارض ويعطي الجذور جيده لشي لان الجزر كيزرعوه الفلاحه يمكن نقولوا حلان زريعه. نعم. حلان زريعه ثم كيحطوا الناس البصله في الحوض باش ينقلوها من بعد يغرسوها في الخط ثم كيزرعوا اللفت الخيزو اللفت والجزر كيتزرعوا في هذه المنطقه والقرعه. نعم. هذه القرعيات ديال الموسم اللي كتجي ما علينا خير ان شاء الله ولكن والفواكه كاين
هو فصل الصيف فصل بسيط وتغذية بسيطة ولكن قوية جدا. نعم قوية. لو كان الناس يركزوا على الفواكه يكثروا من الفواكه. حل بطيخ الأحمر كاين هذه التين شوكي. كل الفواكه خلقها الله سبحانه وتعالى. تين شوكي نعم. وتمتد حتى الخريف مع التمور مع الرمان. جيد. ثم بعد الرمان كيدخل البرتقال، البرتقال هو للشتاء. الرمان كيحبس. البرتقال ذكرنا بأنه موجود فصل الصيف. لا حيت المغرب هو البلد الوحيد اللي فيه برتقال 12 شهر في السنة. سبحان الله. نعم، البلد الوحيد اللي مسألة فيه عادية. نعم، كاين أنواع التي لا توجد حتى لشهر 6. نعم. هذه الماروكليت والفالنسيانا. نعم. خصوصا الماروكليت، هي سموها الماروكليت عشان هي ماروك هي متأخرة، ماروكليت هي ليت هي متأخرة. هي نوع يعني نعم. كيتجنى حتى لفصل الصيف. طبعا دكتور هناك سؤال تقول السائلة أن يعني فصل الصيف كيتزامن مع شهر رمضان المبارك، وطبعا احنا معروفين المغاربه كنعملوا الحريره. نعم. كنلقاو انتم قلتم دائما بان يعني القزبره والكرفس ما يعني يمكنش فصل الصيف. ما كاينش فصل الصيف. اذا كيفاش نحن غن شويه مقدونيس قالت لك كيف يمكن ان نطبخ الحريره بدون هذه؟ لا شويه نعملوا فيها شويه مقدونيس وشويه البازيليك هذا كيعملوا فيها شي عليين حريره ماشي هي المغاربه لما كانش الربيع كنسميو الربيع كانش هاد البقول هذه الخضراء ما كانش حريره ما كتكملش هذيك الحريره ما كانش حريره ولكن خير ان شاء الله راه دابا كاين الفلاحه كيديروا حتى القزبره كاين في هذا غير هو الكزبره من الاحسن تستهلك في شهر 4 في الوقت ديالها كتكون يمكن الرائحه ديالها جيده بدون ري بدون سقي بدون تقنيات بدون مبيدات مول يعني الفلاحه كيشتوا القزبر كيطلع يعني ما وزياده على ذلك قالت لك بان طبعا احنا هي اي حاجه خضراء هي اي اوراق خضراء ممكن تقطع وتدار في الحريره نعم. غير هما النساء كيعرفوا غير القزبر والمعدنوس والكرابس وطبعا حتى الرائحه ديالها جميله اوراق الكل البصل شي اوراق البصل هي مزيانه لو كانوا نعم. يقطعوها رقاقه رقيقه مزيانه اوراق البصل هي تتعمل في الحريره اكيد نعم اكيد وكاين اشياء كثيره اللي ممكن تعمل في الحريره غير شويه تسالك بالنسبه للسلميه والمرد الدوش في فصل الصيف يعني كيكونوا موجودين هل كيكون كيبقاو حتى لفصل الصيف نعم نعم كيبقاو حتى لفصل الصيف ولكن تستهلكوا قبل شهر سعود نعم قبل ما يدخل الخريف الا دخل الخريف صافي مابقاوش هاد النباتات كلها مشات ما بقاتش تستهلك جميع الاشياء اللي كتعطي نكهه واللي كتعطي مواد طياره لا توجد في فصل الخريف وفصل الشتاء لا توجد ولا الناس شموا ريحه شي حاجه في فصل الخريف يعني خبروني يعني هذا ناموس كوني الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي تنكي لك علين كما قلت هذه تمرسيت هذه اللي كنسموها حنا تيميجا زعتر هذا نوع ديال الزعتر وهو الزعتر نفسه نيت هو تيكون في شهر 4 و5 يعني شهر 4 كيبدينا ور شهر 5 كيكون النحل كيعمر منه في شهر 5 كيقطعوا العسل ديالو كيقطعوا في اخر شهر 6 و7 كيقطعوا العسل ديال شهر من المنطقه ديال الخنيفره ديما كنلقاو يعني شهر 7 النحاله قطعوا يعني الزعتر لان كيكون عمر منه هذا فهذا وعلين ما كيعمرش بالسهوله من الزعتر النحله لان لون الازهار ديالو ماشي جذابه لأن النحل يفضل الأصفر والبرتقالي اللون الأصفر والبرتقالي ثم كيخلي اللون الأزرق بحال هذه الخزامة يعني كيعمر ممكن يعمر من الخزامة لكن الخزامة عندها أنوار يعني الزهرة ديالها زرقاء ما كيعمرش منها بسهولة ثم يعني كيخلي هذه الألوان الأخرى هي الأخرى الأزرق والأبيض كيبقى ولكن كيفضل الأصفر والبرتقالي هما اللي كيمشي لهم الأولين ثم عاد رجع لهذا فهذا حتى الزعتر كما قلت حتى هذه الاعشاب هذه عندها موسم يعني هي شهر بعد اخر فصل الربيع هي تقريبا كلها اخر فصل الربيع ولكن هذه النباتات راه كتسقى هذه اللي السيده كتسال على مرد الدوش على السالميه وعلى هذه نباتات كتسقى يعني كتبقى تشتد في فصل اخر فصل الربيع كتبدا من شهر 5 هي كتزيد واش شهر 4 كتبدا السالمية كتزيد دكتور كتنور السالمية نعم. كتنور شهر 5 و6 ثم كتبقى يعني كتبقى صالحة للاستهلاك حتى شو تنبير حتى 22 شو تنبير جيد نعم. لكن بعد 22 شو تنبير ملي كتخرج هذيك واحد العنصر اللي كتخرج هذاك المطرق من الارض يعني الفلاحه كيعرفوا هذه الاوقات هذه فمن تما من الله صافي ما بقاش النعناع ما بقاش المرد الدوش ما بقاش السالمية ما بقاش صافي يعني ليس هنا معني علاش لانك تبدا الدوره النباتيه تتغير في هذه النباتات وهي ولا تصلح لا طبعا يعني هي تما كتبدا الاشياء اليابسه وشو سبحان الله شوف التومه عندنا احنا مصنفه مع المواد اليابسه والبصل لا البصل مع المواد الطريه ولذلك الناس اللي كيخزنوا البصله كيخزنوها في المطامر وفي السلل وكيبيعوها في فصل الخريف وفصل الشتاء
فهذه لا تصلح للتغذية. لماذا؟ لأن هذاك الفصل ملي كتصب الشتاء الأولى كتخرج النبتة الأوراق ديالها كنسموها الخضارية. نعم. هذيك البصلة اللي كتخرج النبتة كناكلوا له أوراق ما كناكلوش الرؤوس. خصنا الجذر، خص حتى يعني الفلاحة يعرفوا هذا، كيولي الأوراق ديالها ملي كيطوالوا وكيوليو مزيانين كنحيدوا المؤخرة ديالهم، كنزولوا المؤخرة الأوراق، ولكن الرقبة، الرقبة اللي كنسميوها هذيك الرقبة اللي خارجة من الأرض، اللي خارجة من هذيك الكركوبة اللي كنسميوها هذيك الجذر. فالبصل يستهلك على شكل أوراق. علاش؟ لأن الأوراق كتسخن أكثر من البصلة في فصل الخريف وفصل الشتاء. ملي كتكون فصل آخر فصل الشتاء صافي، يعني البصلة راه تما ولاو كيجيبوها، واخا باقي الرؤوس ديالها صغار ولكن ولات تدخل السوق ربطة، تدخل بالربطة. ثم كتولي جيدة في فصل الربيع، هائلة البصلة، هائلة في فصل الربيع لو كان النساء يخضروا بها بالأوراق ديالها. نعم، بالأوراق يعني، هنا يعني هائلة، خضرة هائلة، لكن مع الأسف يعني، مع الأسف النساء حتى البصلة الحمراء ما كيبغيوهاش، كيقول لي كتزراق ملي كطيب كتزراق. هي بالعكس، ملي كتزراق عاد جيدة. لماذا؟ لأن فيها مضادة الأكسدة، هي قوية، لأن فيها مادة الأليسين وهذه الفلافونويدات اللي كاينين. بالعكس قد ما زراقت هي فيها تركيز عالي.